وهذا يجعلنا نسأل السؤال اللي حضرتك سألته من شوية. أذكر عن تباين الروايات، أعتقد مش كده يا أستاذ نزار؟ نعم نعم، التباين أو الاختلاف بين الروايات. الحقيقة أنه علينا عشان نفهم التباين ما بين الروايات في الكتاب المقدس، علينا أن احنا نفهم الغرض من النص، الغرض من النص. فمثلا متى كتب لليهود، مرقس كتب للرومان، لوقا كتب لليونان، يوحنا كتب للعالم أجمع. يبقى النهاردة التباين الموجود في السرد في الروايات سيختلف بحسب الغرض. أنا فاكر زمان لما كنا بنقدم لأبنائنا والأحفادنا في المدارس، كانوا يسألونا كم عمر حفيدك، كم عمر حفيدتك، فكنت لازم أقول مثلا 4 سنين و8 شهور و21 يوم. لو إن الأسيس نزار بيستضيفني في برنامج ويسألني كم عمر حفيدتك، هقوله 5 سنين. وبالتالي يبقى النهاردة الغرض من النص بيخلي فيه تباين في الرسالة، تباين في المعلومة، مش تضاد في المعلومة، لا، تباين في المعلومة. حفيدتك عندها 5 سنين، عندها 5 سنين، لكن لما أقدم لها في المدرسة لازم أكتب السنة وأكتب الشهر وأكتب اليوم كمان. لما مثلا تحصل جريمة، ربنا يحفظنا من الجرائم، وأكتب مقالة عن الجريمة، تختلف عن لما أروح أقدم شهادتي في المحكمة، أكيد تختلف، مش لأنها تتضارب، لا لا، إن الغرض من النص مختلف. كمان ممكن نفهم التباين يا أسيس نزار في ضوء فهم الأسلوب، فهم الأسلوب والرواية. مثلا في بشارة مرقس أصحاح 3، نلتقي بشفاء رجل يده يابسة، لكن لوقا لما يكتب في لوقا 6 عن هذا الشفاء يكتب شيء مهم جدا، يكتب يده اليمنى كانت يابسة، لأن لوقا كان طبيب. وبالتالي تباين فهمنا للخلفية وللرواية يساعدنا أكثر. في مرقس 5 نلتقي بشفاء نازفة الدم اللي شفاها الرب يسوع بقدرته بعد أن كانت نازفة الدم 12 سنة في مرقس 5. في لوقا 8 لوقا يقول لم تشفى، لكن في مرقس 5 يقول صارت إلى حال أردأ. ليه؟ مرقس بيسجل الحكاية، لكن لوقا لأنه طبيب في هناك أخلاقيات للمهنة، لذلك استحياء من لوقا لا يذكر العبارة صارت إلى حال أردأ. ده مش تضاد في القصة، لا لا على الإطلاق، ما فيش واحد فيهم قال إنها صارت إلى حال أحسن، لا لا على الإطلاق. مثلا في متى 20 نلتقي بأعميين الرب يسوع التقى بهم وهو خارج من أريح، بينما في لوقا 18 بأعمى واحد وهو خارج من أريح، ما فيش تضاد، ما فيش واحد فيهم قال إن المسيح لم يلتقي بأي أعمى، ولا واحد فيهم قال إنه واحد أعمى وما فيش أعمى خالص، لكن الفكرة إن واحد فيهم متقدم واحد فيهم متكلم، لذلك الالتفات والتركيز كان عليه. لذلك علينا إن إحنا نفهم التباين. وبعد إذنك أو بعد إذنك يا سيس، بالنسبة للأعميين فعلا هو في أريحة القديمة وفي أريحة الجديدة. أريحة الجديدة كانت بناها هيرودس الكبير، وحسب من وين، إذا أنت فايت أو طالع من المدينة، إما طالع من المدينة القديمة أو داخل على المدينة الجديدة، حسب كيف بينظر إليها. وطبعا إحنا كلنا نؤمن كمسيحيين إنه في إنجيل واحد، الإنجيل المقدس، بس في بشائر وكل واحد أخذها من زاوية. زي ما أنا بتكلم معك في 3-4 كاميرات عم بيصوروني عشان تشوفني، أو الجمهور اللي بيشوفني، كل شخص مثلا دلوقتي بيشوفني أنا بتكلم ميدل شات، بعد شوي ممكن تشوف وايت شات، بعد شوي بتشوف الكاميرا الرابعة مخديتني من زاوية. هو أنا نفس الشخص ولكن مأخوذ من عدة زوايا، والشرح بحسب الخلفية لمن يكتب في زمانه، في المعاصرين طبعا في أيامه.